أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الذي يميز هذه الرسالة شرح السنة عن غيرها من كتب العقيدة؟ كل مؤلف له طريقة، وإن كان الماخذ واحدا، الماخذ واحد هو الكتاب والسنة، لكن كل مؤلف له طريقة تكون أسهل، تكون أوضح، تكون أشمل، وهذا من فضل الله عز وجل، هذا من فضل الله توضيح هذا الحق أنه تعددت مصادره. ولكن مع تعددها كلها ترجع إلى شيء واحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يكون هذا كتاب أخصر، وذا كتاب أطول، وذا كتاب أوضح عبارة، وذا أغمض عبارة، تختلف الكتب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.